دورتها التدريبية. ولكن خلونا نكمل ضمن الجدول الزمني لبرنامج طلة فجر والمواضيع اللي رح نتطرق لإلها. مشاريع جديدة في جعبة بلدية طول كرم، رح نحكي عن توضيح مشكلة بلاط السوق اللي بيعانوا منه الأهالي والمارة، خاصة السيدات والفتيات اللي بيرتدوا الكعوب العالية، فمشكلة ومصيبة إذا الصبية بدها تمشي بسوق البلاط أو بهذا الشارع أو اللي هو وسط المدينة اللي بيكون بلاط، ففي مشكلة في البلاط، في بلاطة مكسرة، في بلاطة طالعة، في بلاطة نازلة. رح نحكي عن هاي التفاصيل وهاي التوضيحية أو هاي التوضيحات كلياتها مع رئيس بلدية طول كرم الدكتور رياض عوض. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح كافة المشاهدين والمستمعين. يصبحك بكل الخير ويعطيك ألف عافية أنت وكل العاملين في بلدية طول كرم، ونخص بالذكر عمال الوطن، عمال النظافة، يصبحهم بكل الخير، هم فعليا كل يوم بيستحقوا منا أنه نوجه لهم رسالة صباحية، فيصبحكم بكل الخير دكتور. يعني يوم كل الاحترام والتقدير لجهودهم، يعني العاملين منذ الصباح الباكر بيكونوا في الشوارع للعمل على نظافة المدينة. أكيد دكتور، يوم الخميس كان في رسائل وشكاوي من بعض المواطنين حول أنه بلاط السوق وسط المدينة مشكلة للمرة ومشكلة للسيدات، مشكلة للصغير، مشكلة للكبير، المشي فيه صعب وخاصة في ظل الأمطار والمنخفضات اللي احنا بنعيشها، فإذا شخص مارق من هذا الطريق فهو بيكون مهندم مرتب، بيخرج منه للأسف في خلينا نحكي هذا المصطلح أنه مبهدل. فخلينا نحكي عن متابعة البلدية لهذه المشكلة، وخاصة أنه في بلاطة طالعة بلاطة نازلة، فكيف متابعتكم لهذا الأمر؟ الحقيقة يعني بالنسبة لهذا الشارع اللي هو المبلط بالحجارة في مشروع لصيانته بالكامل، في مشروع موجود تم طرح عطاء له سابقا ولكن لم نوفق في ترسيته على مقاول، وتم إعادة طرح العطاء، يعني قريبا جدا إن شاء الله تعالى سيتم العمل في هذا الطريق اللي هو مرصوف بالحجارة. ولكن الأصل حقيقة هو يعني السير أن يكون على الأرصفة وليس في الشارع، يعني فإن شاء الله نأمل أن الأرصفة تكون متاحة لمرور المشاة، يعني أصحاب المحلات ما يوضعوا بضائعهم، ما يتعدوا على الأرصفة حتى تكون الأرصفة متاحة للمارة وللمشاة المروا على هذه الأرصفة، ما يضطروا أنهم يمروا على الشارع نفسه، الشارع والسيارات. نعم، إنما أنا بطمن أنه في مشروع ممول من صندوق تصوير وإفراز البلديات لصيانة هذا الطريق، هذا الشارع بالكامل إن شاء الله تعالى، إن شاء الله إنه سيتم ترسيته على مقاول قريبا ويتم البدء بتنفيذه. يعني هذا اطمئنان للأهالي وللمارة ولكل اللي كان عندهم مشكلة بهذا الشارع، وخاصة إنه اللي دائما ما بيوقعوا لا سمح الله من هذا الشارع. طيب كمان واحدة من الشكاوى اللي وصلتنا في برنامج طلة فجر يوم الخميس إنه ياريت بلدية طول كرم التابع موضوع تنظيف وادي الزومر، خاصة أنه في ظل المنخفضات والأمطار الغزيرة، فكيف متابعة الحقيقة؟ الحقيقة تم أصلا تنظيفه قبل بداية الشتاء، يعني عندنا توثيق وصور إحنا قمنا بتنظيفه، حتى كان في شركة بالتنسيق مع الارتباط المدني من يعني بالتنسيق مع الجانب الآخر تنظيف الواد هذا من الجدار شرقا حتى خلف الميجا شرقا، يعني فتم تنظيفه هذا الواد، والحقيقة وما في أي مشاكل فيه، يعني أنا زرته قبل ثلاثة أيام لما كان في أمطار، الوضع فيه جيد، يعني ما في إشكالية الحقيقة. حلو، يعني هاي أهم الأمور اللي دائما بيسعى لإلها برنامج طلة فجر لحتى يكون على تواصل أقرب ما بين المواطن وبين المسؤول، فإذا كان عند المواطن توضيح أو استفسار أو يمكن معلومة فالبلدية هي بتكون على رد وتواصل بشكل دائم. حكينا إنه كل الاحترام والتقدير، كل الاحترام والتقدير لكم الحقيقة ومتابعة القضايا، يعني قضايا المواطنين وشكاواهم، وإحنا بنرحب بهذا التواصل الدائم مع تلفزيون الفجر. أكيد إحنا كمان دائما ما بنسعى أن نكون فعليا على تواصل. طيب دكتور، أعلنتوا في بداية الشهر عن مبادرة، بدناش نحكي أنه هي حملة أو خلينا نحكي مبادرة ليكون متابعة لترتيب الأسواق من جديد في مدينة طول كرم، فهل فعليا باشرتوا في هذه المبادرة أو في والله هذه؟ والله الحقيقة تأخرت المباشرة بسبب ظروف الأحوال الجوية، يعني الأمطار كان بتاريخ واحد الشهر احنا اعلنا
واحد شهر اثنين شهر كانت أمطار غزيرة ومتوقع غدا وبعد غد أيضا، يعني رح تتأخر كمان شوي أكيد إن شاء الله تعالى. بعد انحسار المنخفض الجوي سنباشر بإذن الله، وليست حملة آنية وطارئة، هو برنامج راح يكون برنامج إن شاء الله مستمر لتنظيم الأسواق مرة أخرى، وكما قلت منع التعديات على الأرصفة بالذات. يعني هو شيء مش جديد وقرار مش جديد، هو قرار من زمان، ولكن فعليا أنه دائما يكون في متابعة بشكل دائم، لحتى فعليا مثل ما ذكرت يكون هناك إتاحة للمواطن لحتى يمشي على الرصيف ما يتعرض. إذا كان عندنا مشكلة في الشارع الرئيسي نفسه، حتى إذا كان من زفت أو من بلاط، فأن يكون هناك يعني أنه المواطن يمشي على الرصيف بكل أريحية من خلال إزالة التعديات وتنظيم الأسواق. إن شاء الله يا رب يكون في هناك متابعة حثيثة وجادة. حكيت لنا هناك طرح عطاء لمتابعة هذه المشكلة، ولكن خلينا نتحدث أكثر ونطلع الأهالي على أهم المشاريع اللي موجودة في جعبة البلدية خلال الفترة القادمة. إيش هي المشاريع الجديدة؟ هل في عندكم مفاجآت؟ في مشروع الحقيقة شغال الآن، بدأ المقاول بالتنفيذ، هو مشروع تأهيل شارع السكة اللي هو من مجمع المحاكم وحتى مديرية الشرطة. المقاول بدأ بالأعمال، تشمل توسعة الطريق في المناطق اللي بحاجة إلى توسعة، في أعمال تزفيت، أعمال تأهيل للجزر، إنارة، يعني بدأ المقاول بهذا المشروع. عندنا مشروع آخر هو مشروع الحديقة الرياضية، أيضا تم ترسيته على مقاول، وبانتظار إن شاء الله أمر المباشرة ليبدأ بتنفيذ المشروع. الحديقة الرياضية اللي هي في أرض الملسات في منطقة شويك. حلو. طيب دكتور، يعني في رسالة حاليا وصلتنا بيحكونا انه كان قبل فترة في لبلدية طول كرم ترقيع او تزفيت او تصليح لبعض الحفر، ولكن المطر الاخير فضح كم حفرة موجودة في البلد، فهل هذا رح يكون في متابعة من بلدية طول كرم للحفر اللي بلشت تبين بعد يعني هو برنامج الترقيعات ايضا هو برنامج مستمر الحقيقة. انا لا احب دائما بقول يعني ما بحب كلمة ترقيعات، لكن هذا الواقع يعني في حفر في الشوارع لابد من صيانتها، خلينا نقول عمل صيانة وإغلاق لهذه الحفر، وهذا برنامج مستمر. احنا بين الفينة والأخرى بيكون في توريد لعدد من سيارات الأسفلت، وفي مقاول متفق معه على تنفيذ أعمال صيانة الشوارع وترقيع الحفر. طيب دكتور، أنا بحب دائما أن نكون على تواصل وإياك، وفعليا الأهالي والمواطنين بحبوا يكونوا على تواصل، لأنه عمالهم بيبعتونا مسج حاليا، واحد من المسجات أنه أو مشاركة من مواطن أنه شو الجديد بخصوص موقف السيارات بالقرب من بلدية طول كرم اللي ذكر عنها الدكتور رياض عوض قبل فترة أو قبل أشهر. أكيد أكيد، إحنا بصدد حقيقة إعداد مادة لعرضها على المستثمرين، وقريبا جدا إن شاء الله تعالى سيتم الإعلان عن دعوة للمهتمين للاستثمار في هذا المشروع، وسيتم الإعلان عنه على عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ودعوة المهتمين لعرض فكرة المشروع عليهم، وإن شاء الله تعالى نسير قدما في هذا المشروع. طيب دكتور، قبل ما ننهي خلينا نحكي نرجع شوي للحديث لبداية ما بلشنا نحكي عن موضوع اللي هي متابعة تنظيم الأسواق وإزالة التعديات. ذكرنا أنه كان هناك تأخير بسبب الأمطار والمنخفضات الجوية، ورح تستمر المنخفضات خلينا نحكي لنهاية الأسبوع مثل ما تتوقع الأرصاد، ومن بعد ذلك سيتم المتابعة بشكل جدي وفوري لتنظيم الأسواق. ولكن هل هذا التنظيم رح يستمر لمدة طويلة، ولا رح يكون مثل للأسف كالعادة بمشاركة من المواطنين أنه كالعادة ما بيتم الحديث عن مبادرة ومن ثم نسيان الأمر، بنحكي عن تأخير بسبب الأمطار، ولكن بعدها احنا جايين على شهر الخير شهر رمضان، فهل رح يكون هالمرة وهذا العام متابعة جدية لتنظيم الأسواق؟ والله إن شاء الله تعالى نعم نأمل ذلك، ونأمل تعاون الأهالي والمواطنين معنا. كما قلت هي ليست حملة وبرنامج سيكون مستمر، لأنه إحنا لابد يعني أن نقف عند مسؤولياتنا بتنظيم الأسواق وإزالة التعديات، سواء في الأبنية في الأسوار في التعدي على الأرصفة، كل هذا إن شاء الله تعالى سيكون برنامج مستمر إن شاء الله. نأمل إنه فعليا يكون هناك متابعة.
واحدة من التعليقات اللي سمعتها خلال جولتي يوم الخميس يا دكتور، خليني أحكي لك وأفضفض لك. واحدة من التعليقات من مواطنة بسيطة صبية بتحكي لنا: يا ريهام، بما أنه يعني تلفزيون الفجر مهتم بهموم المواطنين، حكت لي طب إذا إحنا بالشتوية وقطعت الكهرباء تقريبا أكثر من 6 ساعات و7 ساعات، فما بالك الصيف اللي جاي يا ريهام؟ قلت لها والله والعلم عند الله وعند بلدية طول كرم، فهل من جديد بموضوع موضوع الكهرباء لهذا العام؟ نعم. يعني مبسطة وصبية بتستفسر بتقولنا يعني بشاير خير بالشتوية وبنقدر نتدفى ونعيش وأوكي وتمام ومشيناها، أو خاصة بالقطع الأخير اللي صار عن موضوع عن خط رقم واحد. كانت هي بتحكي انه كانت تقطع في بعض المناطق، بس المصيبة اللي صارت انه عن خط رقم واحد يعني تقريبا ليلة كاملة قطعت. فشو البشاير اللي جاي علينا يا دكتور؟ والله يا ست ريهام، بداية يعني اولا اشكرك انك نوهتي لهذا الامر. الحقيقة كنت قبل ما اختم حابب اشير اله، لانه يعني انا اتمنى انه التعليقات تكون موضوعيه. احنا نتقبل كل انتقاد وكل ملاحظه ونقف عند مسؤولياتنا، لكن في موضوع الكهرباء يعني انت ملاحظه وانتم رقابي، يعني كتلفزيون واعلام وسيله اعلام انتم رقابي. كم مره قطعت الكهرباء بهذا الشكل منذ اشهر؟ الحمد لله احنا مرت فتره الصيف، مرت فتره الشتاء، أوج فترة الشتاء المربعانية مرت دون انقطاع للتيار الكهربائي. أنا بحكيها باستمرار، معلش باستمرار، يعني لا يتوقع بالمطلق إنه ولا مرة ما تقطعش الكهرباء، لا يتوقع، لأنه ممكن يحصل خلل فني، انقطاع في وصلات، محول بيضرب. إحنا بأكد إنه لم يكن الانقطاع بسبب زيادة الأحمال، الحمد لله رب العالمين، هناك ضبط للأحمال، توزيع جيد على الشبكة، استخدام للمولدات. لكن القطع اللي حصل على الخط رقم واحد كان هو عند الجانب الآخر، عند الجانب الإسرائيلي، في حصل قطع في وصله. الإشكالية إنه التأخر في إصلاحها، إنه الرافعة اللي بدها تشتغل على البرج، هذا البرج كان بعيد عن الشارع الرئيسي، الرافعة ثقيلة، دخلت في الأراضي الزراعية وغرزت في الوحل، وكان هذه المشكلة التأخر حتى جابوا جرافة. طبعا كل هذا موثق عندنا بالصور والفيديوهات، لمن يحب ممكن يعني ننشر هذا الشيء إذا لزم، لكن هو موثق عندنا بالصور والفيديوهات كيف أنه الرافعة غرزت واضطروا استعانوا بجرافة ثقيلة حتى تحركها إلى آخر ذلك. يعني فكان هذا شيء طارئ، يعني هناك فرق بين شيء دائم انقطع مستمر بسبب زيادة الأحمال، أو شيء طارئ حصل وتم معالجة تأخروا. طبعا الشركة القطرية هم اللي بيعالجوه مش إحنا، لأنه هذا الخلل كان خلف الجدار، طواقمنا لا تستطيع الدخول خلف الجدار. يعني نرجو من أهلنا ومواطنين أن يتفهموا هذا الأمر ولا يحملوا الموضوع أكثر من ما يحتمل. احنا ماشيين باجراءات باذن الله تعالى، يعني مع بدايه شهر رمضان ان شاء الله تعالى يكون يعني زياده القدره حاصله وموجوده باذن الله، ولا نقع في اشكاليات ان شاء الله. اكيد باذن رب العالمين يكون هذا الصيف صيف مبشر لكل اهالي طول كرم بدون انقطاعات. احنا ثقتنا بالله سبحانه وتعالى دائما ان شاء الله تعالى، ونامل ايضا يكون في ثقه من مواطنينا في بلدية طول كرم بينها تستعمل على مدار الساعة حقيقة لخدمة المواطنين إن شاء الله في كافة القطاعات. إن شاء الله. كل الشكر لك دكتور رياض عبد رئيس بلدية طول كرم، أطلعتنا على بعض التوضيحات وبعض الرسائل اللي وجهها للمواطنين وإيضاح بعض المشاكل اللي حصلت في مدينة طول كرم أو اللي حاصلة حاليا. فكل الشكر للدكتور رياض ولكل العاملين في بلدية طول كرم، يصبحكم بكل الخير. متواصلين وإياكم.